وتزامنا مع رفع العلم هنا يتم وفي نفس التوقيت رفع علم القوات المسلحة على المكون البحري من قاعدة برنيس العسكرية. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة. حارة الصرف دوران اليمين اليمين دور معتادا مرش. الحضور الكريم، تزامنا مع افتتاح قاعدة برنيس العسكرية تنفذ القوات المسلحة